منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر عظيم ينبغي أن يتنبه له كل مؤمن، وهو أنه عند النفقة ينبغي عليه أن يبتغي الأجر من الله، لا يريد ثناء ولا يريد مدحا ولا حتى من زوجته حتى من أولاده، وإنما يريد وجه الله. إنك لن تنفق نفقة، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى ما تطعم امرأتك. فدل ذلك على اعتبار النية.